السلام عليكم، معكم نبيل بريكوتولز. كي شفتوا في البدايه ديال الفيديو، هذا واحد ليفيي اللي فيه واحد لابيس اللي كتعاوننا على الغسيل ديال الكيسان. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو، غندير لكم لا ديمونستراسيون وغنقدم لكم ليفيي مع البروموسيون اللي درنا. ولكن قبل ذلك بغيت ندير واحد الجوله، غنهضروا على ما يخص الكوزينه، فيما يخص الكوزينه بالنسبه لهذا النوع ديال العلاقات ديال لينوكس وليزاكسيسوار اللي درنا فيهم بروموسيون اللي غتستمر حتى الاخر ديال شهر 8، وكذلك لي زيبي اللي جاو جداد. نبداو بليزاكسيسوار الكوزينه. هذه واحد الجعبه ديال الكوزينه اللي كنستعملوها مثلا في هذه المنطقه، الا ممكن تدور الكاميرا هنا من فضلك، شكرا. كتكون واحد المنطقه هنا في جهه ليفي كتكون ميته، ما كنستغلوهاش، كنديروا فيها هذه الجعبه اللي كنبيعوها سير مزيور. هاد الجعبه كدير 35 درهم المتر لينيير، كيمشيو مع داك ليزاكسيسوار في الجناب، وكنعلقوا هاد العلاقات وكنديروا فيها بزاف ديال المسائل اللي كتعاوننا، كتكون قريبه لينا لو بلون دو ترافاي، وكنديروها في الجنب ديال في البلون دو ترافاي ديالنا باش كتسهل علينا الخدمه ديالنا في الكوزينه. نوريكم واحد لا ديمونستراسيون هنا خفيفه، تشوفوا مثلا خدينا هاد لا بيس، درنا هاد لا بيس صغيره هنا، درنا فيها هادي بالنسبه لهادي، درنا لها واحد الثمن كانت 80 درهم، درنا لها 65 درهم. بالنسبه لهادي اللي كيكون فيها حتى البلاصه ديال بورت بابي اسويمان ديال المسيح، في حتى هاد لا بياس هادي، بالنسبه لهادي درنا لها بروموسيون كانت كدير 180 درهم، درنا لها 140 درهم. هنا في المنطقه الاخرى درنا هادي، بالنسبه لهادي درنا لها 78 درهم، هنا درنا فيها العطريه. كاين هاد لي كروشي دوبل، هنا مثلا علقنا فيها الكيسان درنا لهم 25 درهم. كاين هاد لا بياس اللي كانت كدير 120 درهم، درنا لها 105 درهم. كاين كذلك بالنسبه لهادي، هادي بالنسبه لهادي درنا فيها ليكيداسيون توتال، كانت كدير 110 درهم، درنا لها 95 درهم، كديروا فيها القراعي. بالنسبه لهادي اللي كنسقطروا فيها مثلا الفراشات والمعالق، درنا لها 65 درهم. بالنسبه لليزيفي اللي جاو جداد، كاين هذا النوع ديال ليفي صغير اللي فيه لاطاي ديال 48 على 40، اللي كيجي سوبلون، يعني يجي تحت الرخامه وفوق الرخامه، درنا له 1450. هذا واحد النوع ديال ليفي سبيسيال اللي عنده لينوكس بروسي، في حتى لا سورتي دوزيام سورتي ديال روبين ديال. كاين هاد لاطاي جديدة عاوتاني بالنسبة ل 55 على 43، درنا لها 1370 في اللون اللي هو فومي. كاين هاد الريفيرونس في الكرومي، درنا لها 1280 درهم، 50 على 43. هادي كذلك ما كيلصقش عليه الزيت، واحد الجودة. كاين هاد الريفيرونس لاطاي صغيرة اللي هي 40 على 48، درنا له 1300 درهم. غادي نقدم لكم واحد المنتوج جديد اللي هو هذا، عباره عن واحد ليفي ديال الكوزينه، الطول ديالو فيه 80 سنتيمتر على 45 في العرض، تتمشي مع هاد لي غوتوار. هاد لي غوتوار فيها واحد الخوان الداخل، عندها لا فورم سيركولير، كيكون معها واحد لو جوان في الجناب. هاد لا بارتي اللي خاويه كتلصق فيها واحد لا بيس اللي هي هادي، كتكون دائريه كتجي هنايا في الوسط، عندها واحد الغراض، عندها كتغسل لينا الكيسان من الداخل. هادي غادي نوريكم لا ديمونستراسيون، غادي نوريكم ليفي راكب في بلاصتو، كيفاش من بعد ما كنكونيكتيو الماء كيفاش كتخدم، كيفاش كتغسل لينا الكيسان من بعد ما كنضغطو عليها بهذه الطريقه، كتمشي هاد لا بياس معاه، كيمشي معاه كذلك هاد الفليكسيبل هذا اللي كنبرونشيو فيه لاليمونطاسيون ديال الماء، كيمشي معاها في لو باك دائما هاد لو سيفون ديال الفيدونج، كيمشي معاه هاد لو باك هذا اللي كيجي هنايا في هاد البلاصه هادي. هاد لو باك تيتفيكسا من التحت، هنا من الفوق تتبنى هاد لا بياس، هنا كنديروا فيها المعالق مثلا والفراشط. عنده واحد لاسورتي هنا اللي كيتكونيكت الفليكسيبل، عفوا اللي كي السيفون ديال الفيدونج. عنده ثلاثه ديال لي سورتي، واحد لاسورتي كنستعملوا الميتيجور ديال الكوزينه، الميتيجور عادي اللي كيخلط لينا البارد والسخون. كذلك هاد لابارتي كنقدر نلصقوا فيها الروبيني ديال الفلتر اللي كيفلتري الماء. هنا كنركبوا هاد لابومب، هاد لابومب اللي فيها بوسوار، بومب عاديه كدير لنا الصابون ليكيد باش كنغسلوا المواعن مثلا. وكيف قلنا كيمشي مع هاد لو باك هذا. كذلك بالنسبه درنا واحد لوفر بالنسبه للناس اللي غادي يشريو هاد ليفي، يعني في بالنسبه للمشتريات اللي كتكون في من هنا يعني حتى الاخر ديال شهر 8، كنعطيو مع هاد لوفر اللي فيه هاد لي غوتوار، كتمشي بالمجان مع لو باك. لو باك كله تيدير 2480 درهم. ندوزو دابا لا ديمونستراسيون، نوريك هنا، نوريكم هنا ديجا ليفي كونيكتيناه بالفليكسيبل، كونيكتيناه للماء. الليفي هو هذا، من بعد ما ركبنا له الروبيني ديال الفلتر، كيف كتلاحظوا الفلتر ديال الماء هو هذا باش كنفلتريو الماء. هذه البوسوار اللي فيها الصابون ديال ليكيد لغسل المعان، هنا ركبنا واحد الميتيجور، وهنا حطينا هاد لي غوتوار اللي هي تيليسكوبيك، تنحلوها من هنا تنريقلوها كيف ما بغينا. هنا كنحطوها هنا، هنا كيف كتلاحظوا درنا واحد الموس، درنا المعالق هنا باش كنبينو كيفاش انه يمكن لينا نسقطرو ليزيستونسيل ديال الكوزينه. هنا غناخدو هاد الكيسان غادي نغسلوهم، هنا كيف كتلاحظوا يكفي اننا نديرو واحد الضغط هنا كيف كتلاحظوا،
كنحطوهم راه كيتسقطرو، ندوزو الكاس الاخر مثلا بهذه الطريقه. هنا كيف كنلاحظوا هذا راه كيبقى غسيل اول، يعني ماشي غسيل نهائي، يعني من بعد نقدر ندوزو عليهم الصابون. هذا فقط واحد الوسيله اللي كتساعدنا في الغسيل ديال المواعن. هنا كنعاود نذكركم بانه الباك ديال هاد ليفيي كيف تنقولوا تيكون مع هاد لا بومب اللي كدير لنا الصابون، كتكون معاه هاد ليغوتوار، تيكون معاه السيفون، تتكون مع هاد لا بيس هادي. حتى هاد ليغوتوار درنا له 2480 درهم. وبالنسبه لي فونت اللي غادي يكونوا ان شاء الله في هاد شهر 8، من هنا للاخر ديال شهر 8 كتمشي معاهم حتى هاد ليغوتوار كتمشي بالمجان. كاين كذلك هذه واحد لاطاس اللي معلقه في هذا لو سيبور. هذا هاد لاطاس اللي هي متقبه من الداخل، نقدر نديروا فيها الفراش، المعالق، المغارف مثلا. 78 درهم درنا لها عوض 95 درهم الثمن القديم اللي كاين. كاين كذلك هاد لو سيبور هذا اللي كيهز لينا واحد جوج ديال لي طاس، عندهم واحد لافورم سيلندريك عرات شي شويه، الثمن ديالها درنا لها 200 درهم عوض 215 درهم. كاين كذلك واحد البروموسيون مهمه درناها في هاد لي زيغوتوار اللي كيلصقوا في لي زيفي، يعني كما كانت لافورم ديال ليفي كنستعملوها قدر في الطور في العرض تيليسكوبيك. عندهم هاد لابارتي هنا، يعني كنوصلوها فيما بغينا، العبار اللي بغينا، وكنفيكسيوها كنزيروا هنا وكتفيكسا، كتولي نتحكموا فيها. درنا ليها 100 درهم. دائما كنهضروا على البروموسيون اللي درنا بالنسبه من هنا حتى الاخر ديال شهر 8 ان شاء الله. بريكو تولز كاينه في قنيطره في المدينه العليا، كنقوموا بالارسال لجميع المدن المغرب. بزاف ديال الناس كيسولونا ما كيوصلوهمش الفيديوهات ديالنا، كنتمنى انكم تدخلوا مثلا الموتور دو ريشيرش ديال فيسبوك، طابيو بريكو تولز كيف كتبان لكم، تلايكيو لا باج. الا لايكيتو لا باج غادي يوصلكم حتى الفيديوهات القدام ديالنا، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايين مستقبلا. يكفي انكم كيف قلنا تلايكيو لا باج ديال بريكو تولز فيسبوك. كنتمنى انكم كذلك تلايكيو لا باج ديالنا في انستغرام، وكذلك تبعوني على لاشين ديالنا في يوتيوب. يكفي انكم تتصلوا بنا على الرقم اللي غيبان لكم في الخدمات الواتساب باش نجاوبوا على جميع التساؤلات ديالكم، وكنكونوا فرحانين باش نستجبوا لكم. والى لقاء قادم ان شاء الله.